أبعاد بيئية كبيرة في هذه البلاد، فيها البعد السهمي وفيها البعد الغابي وفيها البعد الفلاحي وفيها أحواض مائية وفيها كثير من الثروات التي تحتاج أنها تدمج في الاقتصاد الوطني، وأن هذه الولاية ما تبقاش ولاية عايشة على عائدات الخزينة العمومية. هذه الولاية لازم تكون ولاية عايشة على الاستثمارات اللي يبنيوها أهل الجلفة وعلى المشاريع الكبرى اللي هيكلوها أصحاب أهل الجلفة، وتكون هذه الولاية مساهمة في الاقتصاد الوطني. وأنا كلمتكم يا إخوان، هذه الولاية راهي استراتيجية، عندها حدود مع 7 ولايات، وعندها حدود واسعة في كل التراب الوطني، جاية في قلب الجزائر، قلب الجزائر، بوابة تاع الصحراء بالنسبة لأهل الشمال، بوابة تاع الشمال بالنسبة لأهل الصحراء، بوابة تاع الغرب بالنسبة لأهل الشرق، بوابة تاع الغرب الشرق بالنسبة لأهل الغرب. إذا هي قلب الجزائر، ربي كفاكم حقكم أنتم قلب الجزائر. قلب الجزائر يا جماعة. شعب زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.